سنتابع معكم للمزيد من التفاصيل. بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي. برحب بحضرتك معنا وكل عام وحضرتك بخير. الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة والشعب المصري بخير وسعادة. وحضرتك بخير والشعب المصري بألف خير. خلينا نبدأ بالرسائل اللي تابعتها النهاردة في الاحتفالية بأسر الشهداء يعني وتكريمهم. خلينا نؤكد في البداية أن الاحتفالية بشقيها، أولا صلاة العيد في مركز مصر الثقافي الإسلامي، وهذا الطرح العظيم للغاية اللي تم بناؤه في السنوات الأخيرة، وأظن أنه يصبح قبلة للعالم الإسلامي فيما يخص يعني الجانب الديني والجانب الثقافي. ده الشق الأول واللي أقيمت فيه صلاة العيد، وكان يعني أمر عظيم للغاية بمشاركة كل طوائف المجتمع المصري. أيضا الاحتفالية التي أقيمت بصحبة ورفقة أبناء الشهداء وأسر الشهداء والمصابين، وهذا الأمر يعني أصبح سنة في الدولة المصرية أن احنا نحتفل ونحيي ذكرى الشهداء والشهداء والمصابين مع أسرهم، أن احنا يعني مع بعض، لأن هم الأصل في القصة دي. احنا لولا وصلنا لفكرة الاحتفالات وفكرة الأمان وصلنا ليها بتضحيات الشهداء وتضحيات المصابين، ودي أصبحت الحمد لله سنة في الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 2014 مع الفترات الرئاسية بعد كده. أيضا مع هذا الأمر فكرة التكريم، تكريم كل من قدم نفسه أو قدم جزء من جسده أو في تضحية ما في للدولة المصرية، أصبح أيضا تكريمهم في المناسبات العامة والاستماع لأسرهم والاستماع لمطالبهم، وهي في الحقيقة مطالب دايما مستجابة من الدولة المصرية في ظل توجيهات عامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا التكوين الرئيسي للأسرة المصرية والدولة المصرية اللي موجود النهاردة، احنا شفنا النهاردة بعض من أهالينا في غزة موجودين معنا في إفطار العيد الفطر النهاردة، شفنا التكوينات الرئيسية للأسرة المصرية بالإضافة طبعا إلى المشاركة من الإعلاميين والساسة والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة، وده هي الصورة العامة أن احنا نحتفل مع بعض ونحيي عيد الفطر وعيد الأضحى، يبقى موجودين، وهذه الصورة الحقيقية للدولة المصرية اللي كنا مفتقدينها قبل يعني سنوات وتحديدا ما قبل 2000. بالتأكيد، والجزء الخاص بمشاركة عدد من العائلات الفلسطينية جزء مهم وهنتكلم عنه بالتأكيد، ولكن في البداية عن أسر الشهداء. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بينسب الفضل في كل ما تم في مصر حتى الآن لتضحيات الشهداء، وتكريمهم بيكون جزء بالتأكيد من هذا المنطلق. بتشوف إزاي أثروا على أسر الشهداء وأبنائهم؟ يعني قولا واحدا، مصر لم تكن لتصل إلى مرحلة الأمان إلا عبر دماء رجال ضحوا بأنفسهم، سواء من رجال الشرطة أو القوات المسلحة المصرية أو أبناء سيناء باعتبار أن هي المنطقة الأكثر سكونة. يعني فكرة أن احنا حفظنا على مصر ما حفظناش عليها بالكلام، حافظنا عليها بدمنا، أبنائنا اللي صدوا وكانوا موجب الصد الأولى لكل أذناب الإرهاب وحلول الإرهاب، وصولا أن ده أصبح خلاص صفحة الحمد لله وطويناها حينما أعلن رئيس الدولة المصرية غلو مصر من الإرهاب، وده وصلنا ليه بتضحيات آلاف من الشهداء. وبالتالي أمام هذه الضريبة التي دفعها هؤلاء لابد أن احنا بالمعنى الشعبي أن كل أسر الشهداء والمصابين فوق دماغنا من فوق، والدولة المصرية تؤمن بهذا الأمر، فبالتالي كل أمورهم مستجابة. ده مش منا والتفضل من حد، لأن ده حقهم على الدولة المصرية، لأنهم ضحوا بأبنائهم، السيدة اللي ضحت بزوجها أو ابنها أو والدها، كل ده مقدر عند الدولة المصرية، ومش مقدر بلغة روتينية، مقدر بالحب نفسه والصدق، واللي ده واضح من سطرة عبد الفتاح السيسي في فكرة التكريم، وهذه الكيمياء المتصلة ما بين أسر الشهداء والمصابين وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده أمر عظيم للغاية، وإحنا الحمد لله قدرنا نحافظ على الدولة المصرية عبر هذه التضحيات اللي هي بالآلاف، سواء على مستوى رجال الشرطة أو الجيش أو أبناء الشعب المصري اللي ضحوا في سبيل هذا الأمر للحفاظ على الدولة المصرية. في 9 سنوات الحمد لله قدرنا احنا نتخلص من الارهاب ونتخلص من ذل الارهاب ونصل الى مرحله الامان والاستقرار اللي احنا عايشينها دلوقتي وحاليا. يعني بالتاكيد بيكون في امتنان لدى اسر الشهداء وابنائهم بهذا التكريم، ولكن ما الذي تقدمه مصر ايضا؟ ودي يمكن تكون فرصه نتكلم عن ده لاسر وابناء الشهداء. يعني اسر وابناء الشهداء والمصابين ايضا، عشان نبقى برضو مستوعبين هذه القصه في منظومه عمل الدوله المصريه، لديها كثير من المسارات، ولكن لدينا مكون محلي مصري يتبع الدولة المصرية يرعى وصندوق
رعايه اسر الشهداء والمصابين ومصابي العمليات الحربيه. هناك عديد من الخدمات تقدم لهم سواء على مستوى التعليم، مستوى الصحه، مستوى المشاركه ودعمهم في رحلات الحج والعمره، بالاضافه الى دعمهم في القطاعات اللي هم موهوبين فيها سواء على المستوى الفني والمستوى الرياضي. لدينا ايضا جمعيات خاصه بهذا الامر، لدينا رعايه من القوات المسلحه المصريه والشرطه المدنيه لابناء الشهداء والمصابين، لدينا تيسيرات كثيره تقدم لهم على كافه المستويات بحيث ان هم يكونوا يعني مش منتظرين اي حاجه. كمان النهارده لو احنا تابعنا، وانا اظن شفت الفيديو منشور على عند حضراتكم، الفيديو اللي نشرته وزاره الدفاع والقوات المسلحه المصريه، ان هم شاركوا ابناء الشهداء في اول يوم في عيد الفطر، يعني خرجوا وكانوا موجودين معاهم ناس من القوات المسلحه المصريه، واظن ده كمان على مستوى الشرطه المدنيه كانوا موجودين في اول يوم مع ابناء الشهداء واسر المصابين. هي دي القصه، القصه مش كلمه بنعدي عليها، القصه فعلا ناس ضحت بدمهم وضحوا بحياتهم وضحوا بجزء من جسمهم عشان يحموا البلد دي، وبسببهم احنا قدرنا نكمل مشروعات قوميه ونكمل في رحله سياده الرئيس اطلق عليها رحله البقاء والبناء. رحله البقاء هم اللي كانوا مشاركين فيها في فكره التضحيه، رحله البناء احنا بقى اللي كنا مشاركين فيها فيما يخص المشروعات القوميه وفكره الحفر على الصخر اللي احنا اشتغلنا فيها في العشر سنين فاتوا عشان نعمل نوع من انواع الاستقرار اللي باذن الله نلاقي ثماره في السنوات المقبله، وربما حتى في السنه اللي احنا بنتحدث فيها 2024 باذن الله ان تبدا ثمار ما ضحينا من اجله تظهر والناس تستفيد منه. يمكن كمان في اخر الفعاليه كان في صوره جماعيه جمعت رئيس عبد الفتاح السيسي مع ابناء الشهداء. الصوره دي يمكن يكون ليها اثر كبير في المستقبل على ابناء الشهداء اللي هم اطفال حاليا، وبعد سنين كتير بالتاكيد هيكون في تاثير بما شهدوه الان. يعني هو مهم جدا هذا التكوين، التكوين اللي بيراعي ان الدولة المصرية منظومة متكاملة، منظومة الكل بيعمل فيها، ضحى الشهداء بأجسادهم، ضحى المصابين بأعضاء من أجسادهم، فبالتالي المنظومة دي لا تنتهي، المنظومة دي مفروض ان ابنائهم اولا يستوعبوا بطولة ما قدمه يعني المضحي في اسرهم او الشهيد في اسرتهم، وده امر مهم جدا للدولة المصرية عشان يبقى موجود هذا الاتصال الجيلي اللي يقدر يكون تأثيره على المجتمع. ايضا حتى في من ضمن المشاهد برضه عشان ما ننساهاش هي مشاركة الفنانة طفاء السعود، وده كان امر برضه عظيم للغاية ان احنا نعيد احياء اغنية جانا العيد مثلا في مع ابناء الشهداء ونقدمها بهذا الشكل الجديد، وان الفنانه طه سعود نفسها تبقى موجوده وتشارك هذه وتشارك الحفل، وده امر برضو يعني خلى ولد عند الناس شعور بالفرحه، وده كمان بيربط الشباب الصغير والجيل الصغير بالاغاني القديمه، يعرفهم يعني مين الفنانه صفاء ابو سعود وتقديمها لهذه الاغنيه اللي تعبت فيها بقى اكثر من يعني من 40 سنه ماضت في الثمانينات تقريبا، فان احنا نحيي هذه الاغنيه ونقدمها لهم فده برضو امر محترم للغايه. واظن ان الرساله الاساسيه في قصه صفاء ابو سعود كمان مش هي فكره الاغنيه، فكره كمان المضمون، ان صاحب المضمون دايما بيعيش. هي لما قدمت في يوم الايام هي والملحن جمال سلامه والمؤلف عبد الوهاب محمد الاغنيه دي من 40 سنه كان عندهم مضمون، وبالتالي المضمون هو اللي عاش معانا واستمر معانا. اظن ان دي الرساله لو استوعبتها الاجيال الجديده ان فكره لو هم عملوا مضمون محترم هو اللي هيعيش، هو اللي هيفضل مستمر باسمهم. واظن بالتأكيد وهي الاجواء كلها الحقيقه اجواء من الفرح والبهجه زي ما بنشوف وبنتابع كده في الصور من الفعاليه النهارده، كان في اجواء من البهجة لدى الجميع كل من حضر الحقيقة هذه الفعالية. أستاذ زكي، اتكلمت في البداية عن الجزء المتعلق بحضور عدد من العائلات الفلسطينية لهذه الفعالية، ايه دلالات انه يعني تكون هذه الفعالية بتتضمن أسر فلسطينية، عدد من المصابين؟ تابعنا اللقطة المهمة لرئيس سيسي وهو بيصافح أحد الأطفال المصابين من جراء الحرب على غزة. اولا هي هذه ليست المناسبه الاولى اللي بيشارك فيها ابناء غزه معانا في احتفال او احياء ذكرى داخل جمهوريه مصر العربيه. فرحه الشعب المصري هتفضل فرحه منقوصه طالما ظلت الاوضاع في قطاع غزه وفق ما نراه في الشاشات ونتابعه في المواقع، وفي ظل يعني جرائم الاباده اللي بيمارسها يعني الاحتلال الاسرائيلي واللي الدوله المصريه ترفضه بكل اللغات على مستوى رئيس الجمهوريه، على مستوى الخارجيه المصريه، على مستوى المواقف الرسميه السياسيه والدبلوماسيه. وعشان كده واحنا ناس متداخلين في الملف ونطالب بوقف اطلاق النار، ولدينا تداخل رئيسي من جهه المقرات العامه المصريه فيما يخص الهدنه ومفاوضاتها، فبالتالي فرحه الشعب المصري منقوصه. احنا لما بنشارك ابنائنا
من اهالينا في قطاع غزه بنقول لهم ان الحياه لسه موجوده، هننتظر والقضيه الفلسطينيه ستنتظر وستعودون لاستكمال حياتكم. ايوه فقط شهداء، لكن الحياه للفلسطينيين ابقى من اي كيان اخر. وبالتالي اظن هذه الرساله، ان هم لما يشاركوا النهارده معناها ان الحياه عندهم ما خلصتش، مهما حاول البعض يقضي عليهم يقتل ويستشهد منهم اكثر من 35,000، وانا بكلم حضرتك برضه الحياه تفضل مكمله في فلسطين. هذه الرساله الضمنيه الرئيسيه، ان الحياه تفضل مكمله عند شعب فلسطين. احنا بنساعدهم ان هم يكملوا هذه الحياه، بنضع لهم بسيط من النور ان هم يستكملوا هذه الحياه، نحن معاهم ونقف في صفهم على مستوى الدوله المصريه، على مستوى الموقف الشعب المصري. النهارده وانا كنت موجود الصبح في حفل الافطار وفي الصلاه، كلنا كنا ملمومين حوالينا اهالينا اللي من قطاع غزه، بنكلمهم بنساندهم، وهذا الشعور مش شعور مصطنع، هذا شعور حقيقي للشعب المصري ان هو يساند القضيه الفلسطينيه ويساند اهالينا في غزه. وباذن الله في النهايه هم منتصرين وسيحققوا ما يريدونه، يعني مهما حاول المعتدي او المحتل او من يدعمونه من اي اطراف. واظن وبقول لحضرتك ده موقف الدوله المصريه، حتى مش تحليل الشخص، الدولة المصرية تؤمن بهذا القرار وتؤمن بهذا الموقف، ان ما يفعله الاحتلال الاسرائيلي يمثل نوع من انواع الابادة الجماعية، ويمارس اعمال لابد ان تخضع لتحقيق دولي. وده بقول مرة ومليون، ده موقف الدولة المصرية اللي لابد ان الشعب المصري يفخر به، هذا موقف معلن من الحقيقة. ان المساندة المصرية للفلسطينيين بتتجسد في صور كثيرة. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي، شكرا على وجود حضرتك معنا.